صباح الفل وصباح الجمال، صباح الغوات طوال. يوم جديد معاكم، هنشوف الدنيا ماشية ازاي. انا اسف ما بنصورش بقالنا فترة، شغل والله. ويلا نشوف هنعمل ايه النهاردة. ناخد لفة كده على الحمام بتاعنا نشوفه. هادي الزغلول الريحاني، ماشي. وادي قص البنايلة والزغلول بتاعهم. هو الزغلول بتاعهم بسم الله ما شاء الله وكبر. وزي ما قلنا هتكمل حاجة بحاجة، برضو الحتة دي كويسة برضو ان انت هتكمل حاجة بحاجة. ادي الزغلول اهو، طبعا هو لسه ما بانش قوي. ابوه من غير شراب، لو تاخد بالك ابوه من غير شراب، هو طالع بشراب. ليه؟ عشان امه عندها شراب، تمام. ابوه ملطش، هو طالع مش ملطش. ليه؟ عشان امه مش ملطشه. فانت بتكمل حاجه بحاجه، بتشوف ايه اللي ناقص مثلا في الدكر دوت وبتزودها بالنتايج. مش لازم يبقى معاك قص حمام جامد جدا عشان تطلع حمام جامد. انت واحده واحده هتطلع حمام جامد من حمام يعني مقبول، تمام. وادي الدكر الكريزلي، عايزين نجيب لهم تاية برضو. وادي الزغاليل الجمعيات، نقلنا ابوهم فوق اهو، ابوهم فوق اهو. طبعا امهم زي ما قلنا قبل كده ماتت، لقيناها ميتة في الطالون. كانت عيانة؟ لا ما كانتش عيانة، ماتت لواحد بيها كده. وادي الرحاينة، تمام. طبعا رقد على الحصى، والحصى هيفك كمان يومين كده، يومين كده بأمر الله هيفك. طيب احنا دلوقتي هنعمل حاجة وهنسيبهم هما يكملوا بقى ويعيشوا حياتهم. هنفتح مثلا، نفتح للزغلول الريحاني بس، ونسيبهم هما ايه يطلعوا. ما تطلعهمش، سيبهم هما يطلعوا. زي ما انتم شايفين كده طلع خد التهوية بتاعته. طبعا برضو الدكر الريحاني خرج، الزغلول الريحاني خرج، بس الباشا مربيله الرعب. احنا بقى ايه نفتح لهم الستارة كده برضو عشان ايه يشوفوا الدنيا. بس كده فتحنا لهم الستارة، هما بقى ايه يعوا زي ما انتم شايفين كده، ومع نفسيهم على الاخر يعيشوا بقى. خليكم معانا، نجيب الكرسي دوت ونصور له. بس يا باشا كده هما بقى ايه عايشين الجو. احنا بقى عايزين نراقب ايه الجمعية دول، عايزين نشوفهم لان هما ما خرجوش غير المرة اللي صورت لكم فيها المرة اللي فاتت. دي المرة الوحيدة اللي خرجوا فيها، خرجوش تاني. طيب لما تيجي بص، هو عمال يضرب فيه ومش عايز يسيبه في حاله، مش عايز يخليه يقف حتى. طيب انت سيبهم هما بقى ايه هيخافوا بعض، هيظبطوا الكلام مع بعض، يغلبوا على بعض بتاع لحد ما الزغلول الريحاني ده يشد حيله شويه وهيروح حاطط عليه. بص هو مقدرهم وقفوا ازاي. عدواني برضو الزغلول الكريزلي، تحسه مش عايز حد يطلع غيره. بس ده حلو، ده بيبقى ايه يعني، ده بيبقى قائد برضو. لما يكون في قائد للقطيع طبعا اهو، هو طبعا متربي على رجلي هنا، فبيقعد يجي يطلع يقف على رجلي، بيحب يجي يقعد جنبي يعني. طبعا ده انا خايف يخرج منه. Thank you.
اهو الجماعة ضرب الريحان يخرجوا. الريحان ده مضطهد هنا. هذه الجامعات الاثنين واقفين على الباب، واول واحد خد الشجاعة. لسه برضه يا جدعان، لسه فاضل له شوية. طب هتقول لي لسه، طب انت بتطلعهم دلوقتي ليه يا عم الحاج؟ اما هو لسه، انت عمال تقول لنا لسه وبتطلعهم. اقول لك يا باشا بطلعهم ليه. شفت الحركة اللي عملها ديت؟ ده كده حفظ بابه، انا بحفظه بابه. ان هو دخل وقف على بابه اهو، اهو ممكن يكون مش باين معاك. دخل اهو بعد ما خرج، دخل وقف على بابه تاني، بيحفظ المكان زي ما انتوا شايفين. سبحان الله، بيحفظ المكان اهو. ده كده برضو ايه، حافظ بابه، بس التاني واقف على الباب فمعرفش يخش. طيب تمام وجميل. انا بقى بدل ما ادشر واحط في شياله واحطهم فوق كذا يوم وبتاع الكلام دوت، لا ده كده فرد حمام، ده كده عندوش الجراءه ان هو يطير او يرمي نفسه بره، عندوش هو الجراءه لسه. فهو انا بستغل اللقطه ديت ان هو وهو واقف كده، او هو ما عندوش الجراءه دي، هو لازم السور بتاعه يبقى تخليه يحفظ الدنيا بتاعته. شايفين هو برضو ما يقدرش ليه؟ لسه اهو التاني جه خد لفه حوالين دماغي وراح ايه نازل. تمام، وهو لسه كده بقى انا حفظه دنيته، بلا ولا دشر بقى ولا اتعب نفسي ولا الكلام ده كله. لا يا باشا، هم كده بيحفظوا وبيعرفوا دنيتهم تطشير ايه، بس بطريقه تانية. بس خليكم معانا بقى، هنسيبهم على كده شويه يحفظوا ده زي ما قلنا هنعمل كده على طول. انت هتعمل كده لحد اما واحد فيهم بقى ايه تجيلهم الجراءة خلاص، مثلا رموا رشتين ثلاثة، يبدأ بقى ايه تخليهم يطلعوا يلف. خليكم بقى معانا، بس هو احنا مش هنعمل حاجة تاني، احنا هنقف بقى نستنى. زي ما انتوا شايفين كده احنا قاعدين بنراقبهم. وادي الباشا انا بقعد كده بسند رجلي كده، هو بيجي واقف على رجلي، هو متربي على كده. وادي التانيين واقفين برضو ايه بيحفظوا، بيبصوا المكان حواليهم عامل ازاي، يحفظوا دنيتهم عشان لما يطلعوا زي ما قلت لكم احنا في الدور الاول، في فوقنا يعني في جنبنا عماير وبتاع، اللهم صل على النبي. يعني برضو ايه هيطلعوا، هنوريكوا اول طلع عليهم، وامر الله مش هنخلي لكم حاجه لما نصورها. وهم واقفين بيحفظوا اهو، اللي واقف بيهوي بيهوي، اللي واقف بينفض نفسه بينفض نفسه، اللي بيطلع 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 على العيون من فوق. تمام، والباشا ده بيروح ويجي وهو واقف على رجلي. انا اسف طبعا، بس ايه انا حابب اوريه لكم. وادي زي ما انتوا شايفين كده نقعد ايه نتابعهم. انت قاعد يا باشا غفير لحد اما تطلعهم بامر الله، وهنوريكوا الدنيا ماشية واحدة واحدة ازاي. طبعا كل اللي واقفين دول وكل اللي ماشيين دول فرخينة طبعا، الا الباشا مش فرخينة، بس احنا جايبينه وهو زغلول بطش، ولا بياكل ولا بيعرف يشرب ولا بيعمل اي حاجة، واحنا اللي مربيينه هنا. بس انت واحدة واحدة بأمر الله هتنش، وهتنش كويس جدا كمان، هتفرخ، وواحدة واحدة معانا تتعلم كل حاجة، واحنا برضو بنتعلم واحدة واحدة، برضو احنا كمان بنتعلم.
لان مفيش حاجه اسمها انا غاوي 100%. لا يا باشا، انت كل يوم بتتعلم وكل يوم بتشوف حاجات جديده والهوايه ما بتخلص. بس عشان ما نطولش عليكم، خليكم معانا. يلا بقى كده نحدث الحمام، قعد شويه بطول، خلص دنيته وظبط كلامه كله وهوى وبص على المكان وحفظ. نشوف بقى هنحدث الحمام ازاي. ادي الكلفه بتاعتهم في الطوارئ، تمام. قلنا الطاجن دوت بتاع العين هنا، والطاجن ده بتاع العين بتاع هنا بتاع ده بتاع كده انا دي ده بتاع هنا. ادي كده الحمام ايه. طبعا الحارس اللي دوت ده دخل في الباب بتاعه، في الباب مش بتاعه، دخل في الباب الكبير. احنا هناخده كده في ايدينا ونطلعه ايه في الباب بتاعه لحد اما يحفظ الباب بتاعه كويس. والباشا ده هيروح ايه طالع. يلا انت يا دوب بس تشرشخ له الطاجن بتاعه اهو، راح طالع على الطاجن. خش يا باشا، حبست الحمام بتاعك والدنيا كده بقت تمام. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لنا لايك للفيديو، اشتراك في القناة، متنساش دعواتكم. السلام عليكم.